كثير من التفاصيل نتركها مع ضيف في الاستوديو السيد ابراهيم بالقاسم الكاتب والمحلل السياسي الليبي. سيد ابراهيم اهلا بك. اهلا بك سيد حسن. هنا اجتماع باريس وما تبعه من محادثات ومفاوضات بين الاطراف الاربعه. يعني قبل ان نتحدث حول هذا الاجتماع، هناك اجتماعات تمت بشان محاوله لحلحه الامور في الازمه الليبيه، ومنها ايضا اجتماعات حدثت في باريس، لكن ما الجديد في هذا الاجتماع؟ شوف، الاجتماع باريس اليوم يعتبر اجتماع مختلف تماما على كل تلك الاجتماعات التي رعتها دول أو رعتها فرنسا نفسها. هذا الاجتماع لأول مرة يجمع الرؤساء الأربعة للدولة: رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج، رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح، ورئيس المجلس الاستشاري المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد الجيش خليفة حفتر. هؤلاء هم القوى الفاعلة والقوى الفعلية الموجودة على الأرض. لم يجمع فقط الأطراف الليبية، إنما استطاعت فرنسا اليوم أن تحشد 20 دولة لترعى وتحاول أن تضع مسؤولية أمام المجتمع الدولي في الالتزام بدفع الأطراف الليبية للوصول إلى الانتخابات أو معالجة حقيقية ما قبل الوصول للانتخابات. أيضا بوجود المنظمات الدولية الأربعة: الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، كانوا موجودين في هذا الاجتماع. إذن اليوم ما حدث اليوم، أو على الأقل الاتفاق الذي خرج اليوم، أو خلينا نكون أوضح، المبادئ العامة التي نتج عنها لقاء باريس والمؤتمر الدولي الذي رعاه ماكرون الرئيس الفرنسي، هو بالفعل مجموعة من المبادئ ملزومة من الأطراف الليبية، وهناك مسؤولية للدول التي الدول العشرين التي شاركت في حضور هذا المؤتمر في أن تطبق وفي أن تدخل مخرجات أو المبادئ العامة التي نصت عليها هذه المبادرة حيز التنفيذ بشكل فعلي. يعني بمعنى له لا يمكن أن يستمر الوضع السياسي والأمني الراهن في ليبيا كما هو عليه. هذا حمد، وطبعا هذا طبقا لما قالت الأطراف الأربعة، وأيضا الحضور واعتبرهم ضامنين لهذا الاجتماع. صحيح. طيب شوف، ما حدث اليوم ليس توقيعا على اتفاقية ملزمة، لكنها موافقة، ولكن هي موافقة ضمنية وملزومة من الأسرة الدولية وبرعاية دول شاركت في إعداد المؤتمر وشاركت داخل المؤتمر، وأيضا ملزومة بنتائج هذه المبادرة. شوف اليوم نتائج حتى المبادئ العامة التي خرجت. الحقيقة أن فرنسا كانت قد سربت قبل أيام فقط المبادرة الفرنسية، وكانت نصها على 12 مادة. اليوم اختزلت هذه المواد في 8 مواد أساسية. يعني التسريب كان لجس النبض الأطراف المختلفة، أو ربما لطرح هذه المواد للنقاش ما قبل المؤتمر نفسه. لأن بالفعل قبل المؤتمر بساعات جرت اللقاءات، سواء الرئيس الفرنسي مع فايز سراج، السيد عقيلة صالح مع خالد المشري، فايز سراج مع المشير حفتر، جرت مجموعة من اللقاءات قبل مؤتمر باريس وقبلها بيوم. كل هذه اللقاءات التي جرت دفعا للأطراف أو طرحت الأطراف بالفعل أفكارها وأراءها ومقترحاتها في المبادرة الفرنسية وفي خارطة الطريق. الآن لم تعد مبادرة ولم تعد مجموعة من المبادئ، إنما أصبحت خطة أممية أو خطة دولية دخلت حيز التنفيذ، مكملة لخطة أو المبادرة التي طرحها غسان سلامة لأمام المجتمع الدولي في 10 من أكتوبر الماضي، والتي صوت عليها مجلس الأمن بالموافقة وأيدها مجلس الأمن، وتساعده مجموعة من الدول في هذا الإطار، وأيضا مكملة لجهود دول الجوار. مصر رعت بشكل مباشر لقاءات توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية، أيضا لقاءات سياسية قربت وجهات النظر، وفرت أو ساعدت كثيرا المبعوث الأممي غسان سلامة قبل حتى أن يبدأ العمل، ساعدته في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية الليبية. مصر كانت لها دور حقيقي في حلحة الأزمة في البداية. جاء غسان سلامة وطرح خارطة أممية مبنية أساسا على الجهود التي قامت بها مصر وتونس والجزائر وغيرها من الدول. صحيح. غسان سلامة بالفعل طرح تلك الخارطة، ولكن قبل أيام يوم 22 مايو. عملية ذكر التواريخ مسألة مهمة جدا، لأنها تحدد لنا مسار السياسي في ليبيا ما لم يجتمع من اجتمع اليوم في باريس ويخرج بهذه المبادئ. قبل أقل من أسبوع غسان سلامة قدم مبادرة أو قدم إحاطة لمجلس الأمن، تكلم فيها بكل صراحة على وشك احتضار الاتفاق السياسي ووشك سقوط أو انهيار العملية السياسية في ليبيا ودخول ليبيا فعليا في فوضى. الآن ما حدث في باريس هو انتشال الخطة الأممية ودخولها إلى مرحلة جديدة. الحقيقة عشان كده يمكن ماكرون قال مفهوم أن أو كلمة أن هذا الاتفاق يعد تاريخيا. صحيح. في مضامينه، يعني صحيح. بعد الموافقة عليه بعد خطة الفوضى التي كانت مهيئة للوضع أو الأزمة الليبية. شوف،
يعتبر تاريخي ليس بالنسبة لفرنسا التي أصبحت تبحث عن دور أكثر فعالية خصوصا في المنطقة الأفريقية وشمال أفريقيا تحديدا. ولو أن هذا يزعج الجانب الإيطالي طبعا. هذا شيء طبيعي. حنوصل لموضوع الجانب الإيطالي، أن إيطاليا أصلا من أكثر الدول التي انتقدت وما زالت ترفض المبادرة الفرنسية وترفض حتى مخرجاتها. الحقيقة أن فرنسا دفعت بقوة اتجاه خروج هذه المبادرة ونجاحها، لأن فرنسا كانت متضررة بشكل كبير جدا من دول شمال أفريقيا التي صدرت لها المهاجرين غير شرعيين، حالة الفوضى والإرهاب، انتشار السلاح، وصل كل هذا لتنفيذ عمليات إرهابية داخل فرنسا نفسها. فمسألة نجاح هذه المبادرة هو حماية لفرنسا خارج حدودها. فهذا دافع مهم جدا لفرنسا. كل الدول التي شاركت لها دوافع حقيقية فيما يتعلق بمساعدة الليبيين بالدرجة الأولى، وأيضا فيما يتعلق بأن تحاول ليبيا الالتزام بدورها سواء بالاتفاقيات الموقعة بين هذه الدول أو حتى ب وذلك خد على أنه هذه الدول ولو يعني كانت موافقة على هذا الاجتماع لابد أن تضع آلية لتنفيذ البنود المختلفة التي تم الموافقة عليها. صحيح. أهم من كان حاضر في هذا اللقاء من حيث الشكل، لأن هذا كله يعني كما شرت أن مجموعة من المبادئ طرحت، لكن هذه المبادئ أصبحت شبه ملزمة أو بالفعل ملزمة بحضور. كان ممثلي الدول في هذا الاجتماع وفي هذا المؤتمر كان مستوى رفيع جدا، بل تم رفع مستوى المشاركة بشكل كبير جدا وبشكل متفاجئ، أو فاجأنا جميعا حقيقة. ده أعطى البيان أو الاجتماع مصداقية أكثر حقيقة. هذا ما حدث بالفعل. وجود الرئيس التونسي القائد باجي السبسي رئيس الدولة التونسية في هذا الاجتماع مسألة مهمة جدا. رئيس الوزراء الجزائري أو الوزير الأول في الجزائر أحمد أويحيى مشاركته كانت مهمة جدا. أيضا نيجيسو رئيس الكونغو الذي هو بالفعل مسؤول عن الملف الليبي في الاتحاد الأفريقي مشاركته كانت مسألة مهمة جدا. مصر مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محلب مشاركته في هذا اللقاء أيضا. يعني ممثلي الدول في هذا المؤتمر كان رفيع جدا، وهذا يلزم حقيقة أو يطفي حقيقة على هذا الاجتماع الشكلي وهذا المؤتمر الشكلي يعني يعطيه صبغة وزخم، ويعني أشبه بأن يكون اتفاق ضمني ملزم للجميع. فهذه المسألة، نتائج هذه المبادرة ونتائج هذا المؤتمر، مسألة أو تأكيد أو كانت من البداية يعني المبادرة الفرنسية مرتكزة على نقطتين مهمتين. النقطة الأولى أو المحور الأول في هذه المبادرة ارتكز على الانتخابات العامة كحل حقيقي للخروج من الأزمة الموجودة فيها ليبيا اليوم. والمسألة الثانية كانت تتحدث عن أكثر من الدستور، كانت مسألة إصلاح للمنظومة الرقابية والمنظومة المالية داخل ليبيا لتحسين الظروف المعيشية اللي مر بها المواطن الليبي اليوم. هذه كانت المبادرة في البداية. صحيح. داخل جولات التفاوضية قبل المؤتمر بساعات قليلة وصلت المبادرة بشكلها النهائي ليرتكز فعليا على الانتخابات العامة وعلى إصلاحات للإعلان الدستوري وتعديلات للإعلان الدستوري، وليس دستور جديد. وهذه مسألة مهمة جدا، بمعنى أن 8 نقاط التي خرجت بها مبادرة باريس اليوم نصت بشكل فعلي على إجراء الانتخابات بشكل محدد، وهذا ما افتقدته كل المبادرات الدولية. شكل محدد الانتخابات العامة في ليبيا الرئاسية والبرلمانية ستحدث أو ستقوم هذه الانتخابات ما بين يوم 10 إلى 12 ديسمبر من هذا العام. وهذه مسألة مهمة جدا. أصبح هناك وقت وأصبحنا ملزمين بجدول زمني واضح صريح، نعمل في هذا الجدول الزمني في 3 محطات. المحطة الأولى مسألة تعزيز سلطة الحكومة كحكومة وحدة وطنية. صحيح. وهنا الحديث عن المجلس الرئاسي. طب الاتفاقنا أو الإلزام على إلغاء الحكومة الموازية في هذه النقطة، يعني هل هنا تصبح كل الصلاحيات في يد حكومة الوفاق الوطني بالرغم من أنه هناك خلافات حولها؟ صحيح. وعدم قبول لها. صحيح. هذه مسألة مهمة جدا ومسألة حساسة، وأعتقد أنه من السابق أوانه أن نجزم كيف ستكون شكل الحكومة الوفاق الوطني، كون أن هناك من البداية جدل وخلاف حول
الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها حكومة الوفاق الوطني، وخصوصا فيما يتعلق بالمادة الثامنة وتبعية الجيش للسلطة المدنية، وكيف سيؤثر هذا، خصوصا أن حكومة الوفاق الوطني هي ترويكا بين يعني صراحة بكل وضوح، ترويكا بين قوى وطنية وجماعات مسلحة وإسلاميين. هذه هي ترويكا التي بنيت عليها بالفعل المجلس الرئاسي، وهذا هي سلطة المجلس الرئاسي بشكل فعلي في 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 إطار حكومة أو في إطار رئاسة حكومة. فالآن هناك تخوف من أن تتمتع الحكومة بكل هذه الصلاحيات، فهذا سيؤدي باتخاذ إجراءات تقصي أطرافا وتقصي مؤسسات وربما تلغيها بشكل كامل نظرا لتوجهات وأهواء سياسية لمن هم في سدة السلطة أو في سدة الحكومة. صحيح. فهذه مسألة حساسة جدا. أعتقد أنه من سابق أوان الجزم كيف ستكون عليه حكومة الوفاق الوطني، أن كانت هناك مطالب وطنية واضحة جدا من كل الأطراف بتعديل حكومة الوفاق الوطني يتم اختزالها من 9 أعضاء إلى رئيس ونائبين، وهذه مسألة اتفق عليها الجميع، وكان غسان سلامة من المشاركين في اللقاءات التي جرت في تونس فيما يتعلق بتعديل الحكومة. فهذه مسألة مهمة جدا، حكومة الموازية سيتم إلغاها صحيح، ولكن كيف ستؤول الصلاحيات إلى الحكومة الجديدة وإلى مجلس الرئاسي؟ هذه مسألة حساسة ومسألة جوهرية تحدد فعليا ما إن كان مبادرة باريس أو الاتفاق الذي جرى في باريس سيدخل حيز التنفيذ من عدمه. هنا بقى هنا القيادة العامة للجيش الليبي دائما تؤكد على أن كسر شوكة الإرهاب في ليبيا هو من أولوياتها. هنا مشاركة المشير خليفة حفتر في هذا الاجتماع هو أكيد طبعا يعني لتجنب محاولات أولا القفز على السلطة، الانفراد بها من قبل الأطراف غير الشرعية، كما أيضا أنها يعني عندما تقبل بالتفاوض هذا لا يعني أنها تتنازل للإرهابيين أو تعترف بهم. خليني نوضح برضو مسألة مشاركة المشير خليفة حفتر في هذا الاجتماع. المشير خليفة حفتر في إطار النظام الحاكم في ليبيا اليوم هو نظام البرلماني ذا الصلاحيات الواسعة، أو البرلمان يعتبر منصب رئيس الدولة. في عام 2015 أصدر مجلس النواب الليبي قرار رقم 1 بتعيين قائد عام للقوات المسلحة في ليبيا. فبهذا القرار حول قيادة الجيش والجيش في ليبيا أو القيادة العامة للقوات المسلحة في ليبيا مؤسسة ذات صلاحيات بسلطة تنفيذية تابعة إلى مجلس النواب. أي أن بالشكل الحالي الموجودة فيه أو النظام الحاكم في ليبيا اليوم أو نظام الشكل العام للدولة الليبية، قيادة الجيش وقائد عام الجيش يوازي سلطة رئيس الحكومة. صحيح. لأن رئيس الحكومة يتبع مباشرة لمجلس النواب وقيادة الجيش تتبع مباشرة بمجلس النواب. هذا نظام معقد نوعا ما خرج للظروف التي كانت فيها ليبيا بشكل أو بآخر في تلك السنوات، ولكن هذا هو الشكل الحالي للدولة. مشاركة المشير خليفة حفتر كرئيس لمؤسسة سيادية تابعة بشكل مباشر لرئاسة مجلس النواب، لرئاسة مجلس النواب لا يوجد مؤسسة تابعة لرئاسة مجلس النواب إلا قيادة العامة للجيش بشكل الحالي، إذن هي توازي فعليا للحكومة. هذه مسألة. صحيح. مسألة ثانية، مسألة الدور الهام جدا الذي تلعبها القيادة العامة للقوات المسلحة، الإنجازات والنجاح الكبير جدا التي حققتها على صعيد الميداني، استطاعت أن تخلص عدد من المدن من الجماعات الإرهابية، هذه من ناحية. هناك دعم كبير جدا وهناك تلاحم أو أشبه بتفويض شعبي ودعم كبير جدا من جموع الليبيين لقيادة الجيش، فهذا حتم على قائد العام الجيش أن يكون أو يلعب دورا هاما جدا خصوصا في هذه المسألة. اليوم حفتر شاهدنا جميعا البدلة البدنية وهذه مؤشر هام جدا أن الرجل أصبح يمارس دورا سياسيا هاما جدا في هذه المرحلة. نعم، المؤسسة العسكرية كجيش هو بعيد كل البعد عن التجاذبات السياسية وعن الصراع السياسي، هذه مسألة، ولكن البدلة المدنية اليوم التي ابتداها قائد عام الجيش في شخصه، قائد عام الجيش يعطي إيحاء ويعطي رسالة مهمة جدا أن هذا الرجل سيكون له مكان. الحقيقة شوف، الطرف الثاني أو الإسلاميين يتخوفون من أن ينتج عن بيان باريس أو لقاء باريس أو مؤتمر باريس فرصة حقيقية لأن تطغى مؤسسة على باقي المؤسسات، وهذه مسألة حسمها نهائيا لقاء باريس، وقال أن الجميع متساويين وهناك فرصة حقيقية للجميع أن يتقدم لرئاسة الدولة. مع أن هناك كان أطراف طبعا أنت تعلم ذلك، وخاصة الميليشيات المسلحة أطراف في الصراع. نعم. كانت ترفض هذا الاجتماع،
وكان لديها مطالب أيضا لكي تشارك فيه. صحيح. وهنا التخوف من أن تقوم هذه الأطراف المخصصة للميليشيات المسلحة بأن تعرقل حتى عملية الانتخابات القادمة. شوف المؤتمر أو المؤتمر باريس كانت مجموعة من الدول مشاركة في هذا المؤتمر لها يعني أتباع لها على شكل مجاميع مسلحة وميليشيات مسلحة داخل ليبيا. ففي الحقيقة أن مؤتمر باريس كان حوارا فعليا بين تلك الدول. لهذا 20 دولة مع بعض مشاركين في هذا المؤتمر. إذن هناك ارتباط كبير جدا بين تلك الدول وبين المجموعات الموجودة في ليبيا. الحقيقة أن دول، وأنت كما أشرت في البداية إلى إيطاليا، وجدير بالذكر أن يعني وبالإشارة لمسألة إيطاليا لأن مسألة مهمة أيضا، سفير إيطاليا قبل 48 ساعة فقط من هذا الاجتماع خرج بشكل غريب جدا ينتقد، سفير إيطاليا في ليبيا خرج ينتقد بشكل شرس مبادرة الفرنسية، ويتهم أن المبادرة الفرنسية تهدد مصالح إيطاليا في ليبيا، وأنها لن تدفع بحل الأزمة الليبية، وأنها ستدخل أو ستدخل ليبيا إلى مرحلة جديدة من السباق للنتائج. السباق للنتائج ولكن بشكل سلبي وليس بشكل إيجابي. فبالفعل بعد تصريحات السفير الإيطالي بساعات فقط خرجت مجموعات مسلحة، ميليشيات مسلحة ترفض مبادرة باريس ولقاء باريس قبل حتى أن يلتقي أو يجتمع المجتمعون اليوم. فهذه مؤشر صريح جدا ومؤشر واضح على ارتباط تلك المجاميع المسلحة وتلك الميليشيات المسلحة بدول بعينها ومن بينها إيطاليا. إيطاليا يجب أن يعني أن تخرج الخارجية الإيطالية وتحدد أو توضح دورها وعلاقتها بتلك المجموعات التي رفضت مبادرة باريس. يعني هناك إيطاليا ستحاول خلق الأزمات وخلق المشاكل وعرقلت ما تم الاتفاق عليه في باريس، وهذه أيضا من المشاكل الحقيقية التي تعانيها ليبيا. التدخل الدولي يحدث فعليا بهذا الشكل، دول تدعم مجموعات وأطراف مسلحة داخل ليبيا لزرع المشاكل وزعزعة الأمن وخلق الإشكاليات وارتكاب الجرائم والسيطرة على ونهب وغيرها لتحقيق مصالحها. من بين هذه الدول إيطاليا بشكل فعلي، وإيطاليا لديها مصالح واسعة. وعشان كده سيد إبراهيم الفرصة يعني مهيئة للمواطن الليبي، يعني وأنت كمواطن ليبي يعني محاولة للبعد عن مثل هذه الأمور التي تعرقل الاتفاقيات السياسية. صحيح. والالتزام بكل بنود الاتفاق واحترام نتائج الانتخابات القادمة في ليبيا وعدم الطعن فيها طبعا، ده مهم جدا طبعا لكي تفوت الفرصة على أي من يتدخل سواء كان إقليمي أو دولي. وهذا ما جاء نصا وحرفيا في هذه المبادرة. خرجت هذه المبادرة بهذه النصوص، التزام كل الأطراف المشاركة بأن تعترف بنتيجة الانتخابات وأن تلتزم بها. صحيح. هذه مسألة مهمة جدا. هناك مجموعة من الهواجس التي تنتابنا جميعا في هذه المرحلة بعد نص هذا البيان وهذه المبادرة وهذه التصريحات التي خرجت حتى بعد دقائق فقط من المبادرة الفرنسية. هناك هواجس حقيقية تتعلق في ما هو يخص موضوع الدستور في ليبيا. القواعد الدستورية مسألة مهمة جدا ومسألة حساسة. هناك مشروع للدستور عليه خلاف كبير جدا في القضاء، وهناك رفض واسع جدا للدستور قبل حتى أن يطرح للاستفتاء، وهذه مسألة هامة جدا. وفي الوقت نفسه هناك دستور بديل أو دستور فعلي نحن فيه اليوم. عندما نصت المبادرة الفرنسية بالنص القواعد الدستورية، هل كانت تقصد مشروع الدستور الذي أنتجته أو أخرجته الهيئة التأسيسية صياغة مشروع الدستور، أم حديثها عن دستور آخر؟ حتى في تواصلنا يعني بسريع يبدو أنه تعديل في البنود الدستور القائم وليس عمل دستور جديد برمته. صحيح. وهذا هو ما يحدث بالفعل. الإعلان الدستوري المؤقت قد حدد صلاحيات رئيس الدولة المؤقت القادم، صلاحيات البرلمان، كيفية استلامهم للسلطة وكيفية تسليمهم السلطة للسلطة التي بعدهم. فبالحقيقة نحن لدينا دستور فعلي في هذه المرحلة، وبكل عيوبه وبكل يعني المشاكل في المواد المتعلقة بالنص الإعلان الدستوري المؤقت الموجود اليوم، إلا أنه قادر على أن ينقلنا إلى المرحلة القادمة. إذ صر يعني هناك أطراف داخل مؤتمر باريس كانت مصرة على أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة، الذي هو نعتبره كتيار وطني، نعتبره بضاعة إسلامية صرف. دستور الهيئة التأسيسية صياغة مشروع الدستور، المشروع المقدم من الهيئة نعتبره بضاعة إسلامية. أعده وأشرف عليه مجموعة من الشخصيات
لأن لا يكون دستور لكل الليبيين، إنما دستور لجماعات بعينها. صحيح. وهذه مسألة لن يقبلها الليبيين، ولن يتم مناقشة مشروع الدستور ما لم تعدل مواده قبل حتى أن يطرح للنقاش ليس للاستفتاء. وهذه مسألة لا حياد فيها، لأن نحن نتحدث عن دستور في نص مواده أن لا يتم تعديل فيه إلا بعد 5 سنوات. فالدخول في مرحلة جديدة بدستور الإسلاميين أعتقد أنه سيربك المشهد بشكل فعلي، وهذا كان أحد أهم مطالب المجلس الأعلى للدولة، الغرفة الاستشارية في ليبيا والسلطة الموجودة فعليا في طرابلس، والتي كان مشارك نيابة عنها خالد المشري وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليوم في باريس. كان أحد شروطهم للقبول بمبادرة باريس هو أن يتم العمل على استفتاء لمشروع دستور الهيئة. صحيح. وهذا الأمر أعتقد أن حتى فرنسا استطاعت أن يعني بخبرة الدبلوماسية الفرنسية أن تتجاوز هذه المرحلة، ونتحدث بالفعل عن معالجة للإعلان الدستور المؤقت. اليوم الليبيون ينظرون إلى مبادرة باريس وإلى مؤتمر باريس بالتفاؤل وبأمل. صحيح. على أن يخرجنا من هذه الفوضى التي يعني بشرط أن يقف المجتمع الدولي صفا واحدا لدعم النتائج. في نفس الوقت أيضا نقطة مهمة يعني عايزين نختم بها يا أستاذ إبراهيم، وهو إدخال إصلاحات مناسبة وجوهرية على النظام الاقتصادي الليبي، وده حيؤدي إلى دفع النظام السياسي إلى الأمام قدما. صحيح. شوف في ليبيا نظام اقتصادي معقد جدا. حتى الدولة الليبية هي دولة لديها أرصدة ولديها ما ترغب فيه من ما يمكن يعالج المشكلة الاقتصادية الموجودة اليوم، ولكن للأسف المنظومة الدولية وبسبب قيود المجتمع الدولي سواء بتجميد الأموال الدولة الليبية أو بالطريقة المعقدة التي يدير بها عملية حصول ليبيا أو حصول المؤسسات المالية في ليبيا على ما ترغب فيه لمعالجة هذه الأزمة، كلها سببت الأزمة التي نعيشها اليوم. اليوم في ليبيا الدولة الغنية والتي ما زالت غنية بالفعل، هناك حالة إنسانية بشعة جدا ومأساوية تتمثل في انهيار الاقتصاد الليبي وارتفاع حاد للأسعار وتضخم وكل المشاكل التي تتخيلها موجودة اليوم في النظام الاقتصادي الليبي المنهار بسبب انقسام المؤسسات. إن هناك مصرفين أو بنكين مركزيين في ليبيا. صحيح. هناك وحيد البنك المركزي أو مصرف مركزي. هذه مسألة تم الفصل فيها قبل حتى الدخول إلى اجتماع باريس. محافظ واحد لمصرف مركزي واحد في ليبيا، مؤسسات رقابية واحدة داخل الدولة لا تتبع لحكومتين، حكومة وحكومة موازية، الآن تم إلغاء الحكومة الموازية، كل الصلاحيات وكل المؤسسات تابعة لحكومة واحدة. هذه الحكومة قد يعني تنتشل البلاد في حالة أن كان هناك إجراءات اقتصادية سريعة ومتعلقة بضخ السيولة للبنوك والمصارف الليبية. أعتقد أن هذه ستحاول معالجة الموضوع. مهم جدا لك هذاك يعني مع هذا الاجتماع بنوده الدول التي حاضرت في هذا الاجتماع أو بيان باريس كانت دول قوية وكبيرة جدا، ومنها مصر طبعا، ممثلون على مستوى عالي. أعتقد أنه ضمانات مهمة جدا لإنجاح هذا الاجتماع. أشكرك إذن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السيد إبراهيم بالقاسم، أشكرك شكرا جزيلا.